من أول نفس فيه النهار غوتو البواق قالو زعما خرجو ذا قبل ما بلغ نتجار الراجل كباقي ناعس نار قال لي المرا خصني نرمي في من نفطر باش نمشي عند الناس قلت له واجي نلبيه جا الكوزينة نهار خمس أيام في العيد جا الكوزينة يلاه شرب واحد الكويز دالقهوة واحد الحلوة قال يعطيني عطيني الكاس هذورا عطيتو الشاشية الحديدة وخليها أنا رقا من عند جماعة، إيوا صافي بقيت أنا في الدار ولا كنا مربلين على العافية بالغلد الشر ما طاحتش عليا الحبيب بعد الدهور بحق قلبي حاس، ومن الدهور وأنا قلبي هاديك بحا حايس بحا حايس. ايوا مني جات العشيه جاو ديك ولادو قلنا اولادي ما شفتوش باباكم قالوا ما شفناش ادنا ديك المغرب اخترتها ما زادت تكفست ايوا حنا هدايا وشي واحد كان باجي مع الطريق عيط على المقدم قال شي راجل هاو ميت من هنايا شوا ومات قالوا هاو ديك المقدم شافوا عيطوا وحنا هنايا في راسنا باقي يدوروا عليه ما قالوا لناش رقبوا ولادو وعيطوا على وقالوا له واجي يا باباك راه رحيم الله رقبوا ليه ولادو ما يكونوش شيف... كيف خيالين في العافيه يدفعوا رقبوا ما يكونوا ما يتكونوا الفجعه والعافيه رقبوا سابوا المخزن جالي ليلو وخاوه في ديك لابيلاصم يلا تشافوا هيدا باباهم صافي خلوهم تما مشعوطين وكعبوا بلا خساره يوم مات مشا حولو مسكين قوزوه وبيت تمايا تم في الصباح تما قالو تما خسلوه وكفنوه في وسط الطبيب عاود جابتو ديك لابيلاص من تمن المحباره صافي، بقينا حنا صافي جالسين هدا الحمد لله الحمد لله لي عوذنا عودنا من أول، إيوا الدنيا باقت بالدخان وكل وكلها غوث بالعاده وكل شيء لي يغوتنا بقى بنساء برجال كل شيء لي يطفي كل شيء لي كعب. وشي وشهره شهره فحاله لطنجه مشى على اللي عنده عائله في الرباط شي مشى على القصار نص جماعه هرب ود بقى بقى يطفي ما عنده لا يمشي بقى هنا لا يطفي ترج الله وثلث ايام وهي تلتين الدين ثلث بجماعه بالطيار وكل شيء تا الطيار كي عاد راه هذا اتصلت وهذه اللي يطفي ويعوذ هذا البرون تو ما جاو اللي يطفي ويعوذ سيوا وخلاك مني اللي يقوزوه يقوزوه قالوا كل شيء ديك ديك الحالة المدنية وديك البيت تاعها ديالو بقى في بقى ثمان أربع شهور في تاطف عند المخزن في تاطف إيوا مشيت أنا بغيت نطلب شي يروح أي في يلقى الخصو يلقى البيت تاعها مشيت جبتي اللي معطوها لي لي جيت لقى البيت نبني باش يخرج يخدم لراسو إيوا صافي قلت لهم زعما نخدم ونشيخ نتما في تعطف. قلت لهم زعما ما ظهر عليا والو ما عليا الحاق قالوا لي باقي ما تشوفناش دابا كو خير يوجد حالي صافي دابا ملي دابا كاز عام قطعت ياسي كتب الله انا نهدكم بصافي ما كاينش واحد خلى لي مريض ها وين وفي هذا البمال يدخل مالي يخرج هاو في البيت هذا ايوا اه وهذاك كي لن اللي كيحرص دابا ملي يماتنا نقول له انا هذا اللي داير الخوث والباقي نقول لهم اولادي الله يرضى عليكم تهلاو ليها في هذا العيد خاكم زعما تهلاو لي في خاكم تخلاها مريض باباك ها هو فهو تشوفوا هو فينو في البيت ما يدخل ما يخرج انا ما ما طلبت والو قلت زعما طوشي هو هذاك ما طوشي انا كتب الله انا ناكل في داري عاود تجيب المار وصافي وليك الراجل ديالي مشالي ما بقاش ما بغا ينسى ما بغا والو مطعوب بقى خاوي وسالم شكون ماشي هذاك هو انا النص عليا والنص عليه اليوم كلشي وحنا عندنا

كنت كتعرف؟ اه لا بقى في في <applause> المحل الكسيبه بقى في الديار قبل في كتحرقنا بالكسيبه وكل شيء. ساعة حنا احنا جهنم ما ما جون تيمشي لينا باقي نجلسوا في في الخيمه والعافيه شدت بالليل والعيال في غوتول وشي تكر في صفصه من الليل الليل لقي لقي الايام هذيك ودي عيسى. قلت لك هذيك القبيحه وني الحمد لله. هي احترقت بزاف بناير ديال الغابه احترقت دعنا فيها كنا نعيشو فيها عندنا فيها بالحيوان هاي ما شيء هي هي ماشي احترق هاي زولة تزول زولة الدوله زولة، احترقت على 900 هكتار راها تحت احترقت العرعر كاسيه في 700 هكتار هذا ما نقول لك ديال